بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أرحب فيكم وأرحب بكل من انضم لبرنامجنا إطار وحوار اليوم حلقتنا عن العلم وطلب العلم أرحب باسمي وباسمكم بضيف العزيز الدكتور المحامي خالد الياقوت حياك الله يا الله يحييك <applause> أبو عمر سعد ما في شك أبو عبد الله يعني أن طلب العلم هو فريضة على كل مسلم والأمم ترتقي وترتفع بطلب العلم وبالعلماء. لذلك هناك يعني ايات كثيره واحاديث بل كل القوانين والشرائع حثت على طلب العلم. ابي اسمع من الدكتور خالد الياقوت شنو رايك في طلب العلم وجهه نظرك. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اشكركم على حسن الاستضافه في هذا البرنامج ابو عمر. وارجو ان اكون ضيفا خفيفا يعني مؤديا لدوري التوعوي في هذا البرنامج لا شك بان طلب العلم فريضه على كل مسلم وبالتالي ف يعني اهميه العلم طبعا وردت في 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 كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في يعني من الشيء اللي يذكر ان الامام البخاري جعل باب طلب العلم في باب سماه العلم قبل العمل. الله اي فلذلك يعني اوجب الشرع بان الانسان يتعلم العلم حتى يؤدي اعماله باحترافيه يعني بدون لا يؤدي الى 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 نتائج سلبيه والى نتائج محترفه، واحنا طبعا قانونيين بو عمر يهمنا الربط ما بين هذه الامور اللي قد تكون اجتماعيه مع الجانب القانوني، ونرى ونشوف بو عمر بأدى الكثير ممن يعني يدعي العلم ويزور شهادته ويدعي بانه يعني يحمل شهاده مهندس مثلا او يعني قاعد نشوف يومين هذيلا انه هو مهندس ميكانيكي او انه هو مهندس كمبيوتر او انه هو مثلا طبيب او انه هو محامي وبالتزوير وهو يدعي علم شيء وهو لا يعرف فيه شيء وبالتالي شنو النتيجه تصير لا الطبيب يفهم في الطب ولا المهندس يفهم في الهندسه صحيح. ولا المحاسب يفهم في المحاسبه ولا القانوني يفهم في القانون كل هذا ادعاء باطل هو يعني تقول وافترض شيء بخياله بأن هو يعني عالم مصر. في هذا المجال وهو جاهل في هذا المجال اخذ هذه الشهاده نتيجه للتزوير، نتيجه للرشوه، نتيجه لاي ممارسه يعني شراها او انه هو تعامل مع مصادر غير شرعيه ومصادر مزوره لهذه الشهاده، وبالتالي فاهميه العلم في المخرجات ابو عمر خاصه يعني احنا يعني نتكلم في الواقع آآ آآ مخرجات آآ مثلا التعليم في الكويت مثلا فهل المخرجات قاعده تطلع على مستوى العلم اللي قاعدين يحصلونه العيال الخريجين مثلا الثانويه العامه، خريجين مثلا الجامعه، هل هم قاعدين يحصلون على العلم اللي يفتح لهم افاق ويفتح لهم مجالات في العمل؟ نشوف ان المجال بينه وبينه صدقت بقى. على نفس أي. النقطه دكتور اللي تفضلت فيها، مع عيالي هذاك اليوم قاعدين ويناقشوني، يبقى لما نخلص الثانويه شنو بخاطرك احنا نصير؟ أي. فتكلمت وياهم دردشه انا بخاطري انه يروحون للعلم النافع الرافع، نعم العلم تدري في علم رافع ونافع، العلم الشرعي، العلوم المفيده هذه ترفع الانسان ويعني ترتقي فيه حتى مجتمعه. لذلك حتى الحيتان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان اللي في جوف الماء وتحت الماء تدعي للعالم. اي نعم. ولطالب العلم. وطالب العلم، لذلك الشريعه الاسلاميه ايضا الدستور الكويتي ما غاب عن عن تمجيد طالب العلم وفرض طلب لا العلم لا لذلك الشريعه تدعو الى طلب العلم الدستور الكويتي والقوانين الكويتيه يمكن القوانين الدوليه تدعو الى البحث العلمي وطلب العلم لذلك احنا في نعمه وعيالنا في نعمه لازم يدركونها كثير من المجتمعات تعيش في في يعني جهل وضلال لا عندهم دوله ترعى العلم والعلماء ولا مجهزه جامعات لذلك نحمد ربنا على هالنعمه في مجتمع مثل الكويت واحنا مضطرين دكتور نروح فاصل سريع ونرد نستكمل موضوعنا للعلم واهميته وهو نعمه من نعم الله عز وجل خليكم معنا بريك سريع نروح فاصل ورادي لكم رجعنا لكم بعد الفاصل وحياكم الله وكل من يتابع برنامجنا اليوم حوار واطار ارحب مره ثانيه بضيفي العزيز واخي الدكتور خالد الياقوت حياك الله يا ابو عبد الله الله يحييك لا في العلم ان نعمه من نعم الله عز وجل. نعم. وتكلمنا قبل الفاصل ان عيالي لما يقعدون خاصه الصغار اللي مجبلين على الجامعه يبا شنو بخاطرك نصير بالجامعه، طبعا انا دائما اقول لهم كليه الشريعه ميولي سبحان الله الابو دائما عنده ميول في منه واحد ميوله قانونيه، طبيه مع اني انا خريج يعني علمي المفروض اكون في وظيفه علميه بس سبحان الله دشينا جامعه الكويت وغيرنا، لذلك دائما اقول حق بناتي وعيالي يا ليت يكون فيكم واحد مثلا شيخ دين لذلك العلم الشرعي دكتور انا بنظري هو علم رافع يفيدك بالدنيا ويفيدك بالاخره ابي وجهه نظرك ايضا في العلم بشكل عام دكتور سواء الشرعي او العلم النظري اللي قاعد يعني نشوفه مجمل التخصصات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير الله محمد بن عبد الله لا شك يعني بأن العلوم أخوي أبو عمر أصناف صحيح. طبعا وأفضل علم وأقدس علم وأحسن علم هو العلم الشرعي اللي يعلمك يعني شنو هو الحرام وشنو هو الحلال الحلال اللي يدخلك الجنة وهي يعني هي مبتغات وغاية والله سبحانه وتعالى ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون حتى تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة اللي تدخلك الجنه عليك ان تعرف كيف وكيف هذه من خلال كلام الله سبحانه وتعالى القرآن وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الوارده لنا ب يعني طريقها الصحيح والسليم اللي يعني بينت لنا شنو هو الدين وبالتالي فمثل ما يقال بأن العلم نور والجهل ظلام وضلال فلذلك يعني 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 تخيل بأن الشخص عنده جهل في أمور صلاته وجهل في أمور الوضوء وجهل في أمور يعني الصيام والزكاة فهو يعني جاهل وهناك إنسان آخر يعلم ويعرف كيف يعني آآ 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 يعني يقوم المسلم بهذه الادوار بصوره صحيحه وسليمه تؤدي الى رضا الله سبحانه وتعالى من خلال سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هني هذا العلم النافع، هذا العلم اللي اللي, اللي يلتمس الانسان بانه هو آآ آآ يعني لذلك حديث نعم لذلك يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه الله اي تستنبه الحديث نعم, نعم الله يفتح عليك يعني اتمنى كل اللي تابعنا اليوم تنقي العلم الرافع نعم مو العلم الخافض نعم علوم دنيويه توديك الى الضلال نعم والكفر و وسوسة الشيطان. فلسفة. فلسفة وبعض إيه يعني. إيه العلوم, العلوم. النظرية اللي اللي ما آتى الله بها يعني نعم من سلطان. نعم لذلك نركز على العلوم النافعة والرافعة الشريعة كل ما يهمك ويهم يعني وطنك وأسرتك الطب من نعم العلوم المحمودة نعم الشرع في نعم يعني شريعة بكل تخصصاتها الرياضيات أي علم يرفع ويرفعك ويرفع مجتمعك لذلك نقول إن العلم هو نعمة. من نعم الله عز وجل وأيضا الكويت نعمة من نعم الله عز وجل عسى الله يحفظها ويحفظكم ويحفظ عيالكم ونشوفكم في أعلى المراتب بإذن الله مع السلامة